الو، السلام عليكم. عليكم السلام. صافا بخير الحمد لله. شكون معايا؟ معك حسنة من كازا. حسنة كازا، شحال في عمرك؟ 34. لمن باغا ديرها التيست حسنة؟ عمر بن وزان. شنو سميتو؟ عمر. عمر وزان بنور. ايه، عايش في مكناس وخدام في واحد العيون. عايش في مكان من وزان وعايش في مكناس، واش من بلاصه في العيون في خدام ولا اش من منطقه؟ ما عرفاش. وكي غنديرو نقولو ليه ضروري تعرفي نجيبو ليه مكناس. شنو نقول ليه مكناس؟ هو في شي بلاصه. دابا البلاصه اللي مستقر فيها لا يكون مصاحب فيها المكناس. دابا هو كاين في مكناس. لا، حاليا خدام في العيون. شنو واحد العيون؟ واش من بلاصه؟ خصنا نعرفو واش من بلاصه بالضبط. انا براسي ما عرفاش. انا نقول لك شي سميات وقول لي واش هما. لا، اصلا ما عمرهم قالوهم لي. تيقول لك ممنوعين. يقولوا ممنوعين. عمري ما سمعت شي بلاصه ممنوعه تقال. القرقارات، بوكرا، قلت الزمور، قفلت خمسه. ما عرفش، ما عرفش. انا اصلا العيون ما عمرنيش قلتها. اختي، ما عندناش شي بلاصه هنا في العيون ممنوعه تقال السميه ديالها. عاطل. شحال في عمره هو؟ فاش كيخدم هو؟ فاش كيخدم؟ عسكري. عسكري، اوكي. شحال في عمره؟ 34. شحال انتي معاه؟ 14 عام. 14 عام؟ ايه، 06. اها اها، عاودي. 06. اختي طلعتيني في لون اطوند. 06. اها اها اها، 37 ولا 39؟ يلا ما تهضريش حتى نقولها لك. عام. شي بزاف. وعطاش عام، شحال يدير فيها الواحد من حاجه؟ 14 عام مأكده ولا شي حاجه اكثر منها وما شاد من ضبطهاش بالضبط؟ لا، 14 عام. الو، السلام عليكم. شكرا على التلفون. شي شمس العشية اللي درتي دابا؟ أنا عبال ليا الكونتور داير صافي. قلت أنا كنبقى راه البلغة الكونتور. الو، شكرا على التركيب. اختي عزيزه ما كيجاوبش. نعطيك رقم اخر. يا ودي، يوم الصباح عار نشوفها كنهضر. 14 عام ضراتي في راسي. 06. صفر ستة. ايه اها، عاودي. اها اها، 24. هكا كي لا ما صدريش تنقولها لك. الو، السلام عليكم. الاستاذ عمر هذا، كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير. نهار كبير ياك ما فيقناك من عسي عمر، ياك ما اتصلنا بك في شي وقت ماشي هو هذاك. شويه صافي، غناخذوا وقتك واحد دقيقه ولا جوج الا كان ممكن. احلى تحيه لك. السي عمر من مدينه وزان، مستقر في مدينه مكناس، سن 34 سنه.
احلى تحيه ليك واحلى تحيه الناس وزان وكذلك الناس مكناس. معك نقدم لك راسي، معك السي محمد السريري مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت ليك متفرج في البرنامج ديال السي عمر ولا لا؟ لا ما هذه فرصه سعيده انك تتعرف على البرنامج ديالنا وتولي من المتابعين الجدد ديال البرنامج ديالنا. السي عمر انت حاليا راك معنا على المباشر، جانا اتصال من عند واحد السيده من مدينه مكناس، هي اللي عطاتني الرقم ديالك وهذه المعلومات باش نتصل بك. على ما قالت لي بلي انت وياها في علاقه حب مع بعضياتكم، بغات دير لك واحد المفاجاه السي عمر. اوكي انا غادي ندوز عليك، هي حاليا راه معنا على المباشر. كتسمعني السي عمر؟ كنسمعك. مرحبا. انا غادي ندوز عليك، كنظن بلي راك عرفتي شكون. لا ما عرفتش. انت حاليا دير علاقه حب في حياتك ولا لا؟ لا ما دايرش. نعم؟ لا ما دايرش كاع بصفه نهائيه. لا السي عمر سيري باطير، فكر مزيان. غندوز عليك دابا تولي تقول راه ما قلتليش. ها ما كتعترفش بشي بنت في حياتك؟ دونك هاد الانسان اللي اتصلت ما كاينش شي انسانه كتعني لك شي حاجه في حياتك السي عمر؟ ها لا والو. السلام عليكم. ولا لا عليكم السلام. ها هي معك السي عمر. مالك راه قطع. انا بغيت غير نعرف واش كندوز لكم اللي هضر معكم وكتبقاو واش هو قدام كتشوفي فيه؟ راه ما غا الصوت، الا سمع الصوت سكت راه كيتقطع. ناري 14 عام بح. كتسمعي ب 14 عام؟ الو عرفتي شحال فيها من نهار؟ انا بغيت نعرف واش كتعلقوا فين تفلقوا قسما بالله. انا نصبر 14 عام. اي دابا هذا هو المشكل. دابا بحال دابا هادي هاد 14 عام غنسولك وجاوبني بصراحه اختي حسناء. هو دابا ما جاوبش. هاد 14 عام شحال تقدم لك فيها من واحد بصراحه؟ هل سوا من عائلتك، سوا من اللي جا من طرف غير كيعرفوا باك، سوا من صحابه امك، شحال واحد يكون تقدم لك فيها؟ ما عرفتش ولكن هو اللي غير كنخاطب. لا بلاتي نسولك، نساي دابا هذا، نساي هذا عمر دابا هذا اللي نكرهك. شحال من واحد تقدم لك؟ شحال من واحد بغى يهضر، بغى يجي لداركم؟ شحال من واحد بغى يخطب فيك تقريبا؟ والله ما نقدرش نبلع. يكونوا بلا حساب. وشحال من فرصه ديال الخدمه غتكون جاتك؟ وشحال من فرصه ديال شي سفر جاتك وغتكوني ضيعتيها على قبل من ديك الو عمر جاتني هذه يقول لك لا؟ غتكون حتى هي بلا حساب. هذا هو المشكل الخوت اللي كيديروا بيديهم. جد لي كون بوليداتها، جد لي اختي انا راه لا اله الا الله 14 عام. لا المشكله اه هي انه حنا كنا دايرين خطوبه رسميه. هاد العلاقه هو تجوز وانا تجوز، انا طلقت وهو طلق، البيت اللي عرفت انا ما طلقتش رجع كذلك نرجع. قلت له اوكي الفتره اللي هو رجع طريقته وعرفت معاه، هي ديجا كانت هضرات معايا في الفيسبوك مي كانت جوج باع بغات تصوري شي كبيرة أنا مجاوبتهاش. فهمتي من بعد ملي عرفت أنا مجاوبتها حتى لبقيت اللي هو دوا معاه. إيه من بعد ملي عرفت أن معاي وهو دوا معاه وبغيت نرجع ليها وكيقول لي أنا بغيت نرجع لك بلوس نتأكد. واش غنقول لك؟ لا 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 المهم دابا اللي راكي سمعتي كلشي. اوكي شكرا لك. اودي ما كدير ما كت ما كت كت كتخلي كتبغيو الدار ليكم نتوما بلا ما تخليوها الدار ليكم. راه 14 عام راه بزاف اختي. لا
ماشي سهلة والله. الله يعوضك اختي، الله يديك شي تعويض خير. راه كاين شي فرص ما كيتعاودوش جوج المرات. صح، يلا الله يسهل عليك. والله اخوتي لا، شوف ما تبقاوش تضيعوا الفرص في حياتكم، حيت كاين اللي دابا اون فوا كتكوني مصاحبه مع شي واحد، شحال من واحد كيجي يخطب فيك، جاني ولد خالتي، جاني واحد السيد خدام في بحدانا، واحد هذا كيبقى عليك هو ديك، لا انا راه غنزوج كي تعيا. هادشي نتوما عارفينو الصراحه، ماشي عاد نبقى نقولو، هادشي راه كلكم عارفينو، ولكن خص التطبيق، فهمتي؟ ديك اللحظه قول لي لا، راه مي ولا با مزينو عليا، بغيتيني يجي لدارنا، ولكن انت الا كان غادي يجي غير بديك الطريقه ما عندك ما ديري به. لا حول ولا قوه الا بالله. دونك اخوت انا غادي نسد دابا اللايف في الانستغرام، غادي نفتح واحد نكمل واحد 40 دقيقه ديال التيست في يوناو، وغادي نسد اللايف. اوكي يلا اخوت، المهم شي سمعت لكم هاد لاباج اللي داير لكم تحت، هادي اللي كاتبه لي النمره، دخلوا عندها تابوناو عندها كاملين، راه داير شي برودويات قرب يدير فيهم البرومو عاوتاني اللي كان سال السيمانه اللي دازت، راه غيدير واحد البرومو في هاد السيمانه اللي جايه فيه 30%، ولكن بالنسبه للسيمانه الجايه قولوا ليه من طرف الهوطر باش غيدير لكم برومو. اوكي ها هي كامله، هادي راه داير شي برودويات اللي زوينين في الصراحه، انا نوريهم لكم البرودويات بالنسبه للبنات، شي حاجه اللي اوريجينال كاملين، دخلوا عند هاد لاباج هادي. المهم هي السميه ديالها، راه هي اللي كاتب اللي كاتبه لي النمره لتحت. اوكي يلا الخوت، دابا غنسد اللايف ونتلاقاو كاملين في الابليكاسيون ديال يوناو، كلشي اللي مانستاليها هي يدوز ديريكت، راه عارف فين غيطلع لي اللايف. الناس اللي جداد معنا في اللايف ما عارفينش الابليكاسيون، هي ديال خوت يوناو، اللي عندهم سامسونج غتلقاوها في بلاي ستور، اللي عندهم ايفون غتلقاوها في الاب ستور. اون فوا تانستاليوها غيطلع لكم واش بغيتو تدخلوها بجوجل ولا تويتر ولا فيسبوك، دخلوها بالفيسبوك، ما عليكم غير تجيو للريشيرش وتكتبوا السميه ديالي سي محمد سريري واحد. اوكي غادي يطلع لكم الكونت ديالي هو هذا، اين فوا تكليكيو عليه غتلقاوني لايف تما. الناس اللي كيقول لي راه ما كيطلعش لينا اللايف ديالك، ضغطوا على هذا الجرس، هذا كاملين ضغطوا على الجرس باش اين فوا نفتح اللايف يطلع لكم. يلا احلى تحياتي لكم الخوت.